ركز معايا فوق. ايه يا حبيبي؟ معاك للصبح. ماشي. عارف يا ادم هما هنا بيغمي عيونهم ليه؟ عشان بيخافوا منكم لما تخرجوا بره. لكن انت بقى يا حبيبي لا يتخاف منك ولا انت خارج بره. بس انا واخد على خاطري منك. ليه بس؟ مش تطمني عليك. قلبي هاد كان متشحتف عليك. ها؟ مش طمن قلبي بابا. عارف يا باشا انت بتفكرني بمين؟ بمين يا روح امك؟ في واحد زمان ساكن عندنا في المنطقة اسمه حمادة عجلة. كان ما شاء الله يا باشا طول بعرض زي كده بس كان لما مؤاخذة يعني شاذ. فكرني بيه بالظبط يا باشا. اضرب اضرب فكرت. بقول لك يا باشا مفيش كهربا. كهربا وحشتني والله. عينيا والمره تريح شويه. ايديك وجعتك ولا ايه؟ اجيب لك مسكن؟ اضرب. انا عايز امك هنا. تعرف تبعت تجيبها لي؟ انا عايز افهم. صد على ده. مش عايز تعترف ليه؟ مين اللي كان معاك جوه هنا؟ انت! مشكلة يا باشا مش عايز تسمع. انت عايز تسمع على مزاجك وبس. عارف يا باشا شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية مؤاخذة يعني حصلتك وانت صغير فبتطلعها على خلق الله صح؟ موافقني في الكلام ده؟ دلوقتي تعرف انا حبك. دلوقتي تعرف. افتح المية! عايز الكهرباء لو حمك؟ قلت لك اسمه حماده. ايه يا حبيبي؟ حماده ايه؟ حماده عجل. هبعت اجيب لك مسكن. الواد ده هيتساب مربوط كده وبقى تف في وش روح امك لو شفت الشارع تاني. افتح